احنا اكتر من 90 مليون على كل شكل وكل لون، كلنا بنتكلم كوره واخدين ان كتفنا في كتف بعض، بس في اللي عاوزنا عكس بعض. هدفنا تشجيع، بس في اللي هدفه تشجيعنا حماس وحماسهم نار. طول عمرنا بنتجمع بحب، بس في اللي عاوزها ارهاب ورعب. ما تخليش اللي مش منك يقتل فرحة الاستاد. الجمهور راجع، شجع صح واحنا معاك. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية العملاقة ببني سويف، ويؤكد أن الدولة تسعى لتوفير مطالب السوق المصري وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج. رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام مغادرة الحجاج، ويقول أن الموسم الحالي أكثر انضباطا وتميزا. الجيش السوري يدمر تجمعات للإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي، ووصول تعزيزات لريف دير الزور تمهيدا لإخراج مسلحي داعش من آخر جيوبه. رابعة عصرا هنا في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانوراما النيل الإخبارية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصري حتى يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي سيتم إنتاج العديد من الموارد التي تحتاجها البلاد. وأشار الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في بني سويف إلى أن الدولة تسعى لتوفير جزء كبير من العملة الحرة التي تستنفد في مستلزمات الاستيراد، وهو ما ينعكس على استقرار العملة وتوفير فرص عمل للشباب. اللي احنا بنفتتحه النهارده ده جزء من الدولة. ده جزء من الدولة وليس حاجة منفصلة عن الدولة. فالمجمع اللي احنا بنتكلم عليه ده، ودي تجربة أنا بنقلها لزمايلنا اللي موجودين في الحكومة في قطاع الأعمال يعني والاستثمار. السوق المصري لو احنا كدولة قدرنا نلبي تقريبا كل مطالبه، ده في حد ذاته فرصة كبيرة جدا جدا لينا لحاجات كتير. أول حاجة منها إن احنا فاتورة الاستيراد اللي احنا بنستورد بيها من الخارج هتقل كتير، لان احنا هننتج حاجتنا او هننتج جزء كبير من حاجتنا ما امكن. النقطه الثانيه ان احنا العمله الحره اللي احنا بنستنفذها في يعني استيراد مستلزماتنا والمطالب اللي احنا عايزينها هنوفر منها جزء كبير، وده برضو بينعكس على استقرار للعمله في مصر. النقطه الثالثه ان احنا بندي فرص عمل للشباب بتاعنا، يعني احنا بنتكلم في المشروع اللي احنا بنتكلم فيه ده. واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مسار الاصلاح الاداري قاص ويحتاج الى جرأة ومتابعه دقيقه، واضاف في كلمته ان الشعب المصري في حاجه الى المشاريع الاستثماريه لتحسين مستوى المعيشه. يعني المسار بتاع الاصلاح مسار قاسي وعايز جرأة
وعايز متابعة دقيقة. يعني ايه متابعة دقيقة؟ يعني آخر ما توصل لحضرتك والآن من القرار تعال لي بالشركة اللي انت هتعمل معاها الشغل، واحنا نسمع يعني عندنا الخبرة للموضوع ده. بنحاول، بس احسن اقف ساكت كده. يعني اعمل ولا افضل ساكت؟ لا اعمل. اتحرك ولا افضل واقف ساكت سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة؟ لا، الناس عايزة تشتغل، والناس عايزة امل، والناس عايزة تعيش، واحنا عايزين نحسن مؤشراتنا الاقتصادية. وده مش موضوع بشركة ولا شركتين، لا، انت عايز تعمل حجم هائل تضخ في دماء الاقتصاد المصري مليارات، مش من الجنيهات، من الدولارات. فلازم نتحرك بقوة. وارجو ان احنا يعني وزارة الاستثمار مع قطاع الاعمال مع التجارة والصناعة مع البنك المركزي. وقال الرئيس السيسي ان الدولة تتحمل اكثر من 300 مليار جنيه سنويا كدعم للمواطنين، مما يؤثر سلبا على الخريطة الاستثمارية. كما أشار الرئيس السيسي لأنه ليس من الممكن إلغاء هذا الدعم، وذلك من أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي في الدولة. الدعم اللي احنا بندفعه الدولة لأهلها 330 أو 332 أو 334 مليار جنيه. لو أنا ما بدفعش الدعم ده، وده بس عشان ما حدش يفتكر إن احنا هنلغيه، لا، لكن لو أنا ما بدفعوش كنت أقدر أعمل خريطة استثمارية أو مشروعات استثمارية لكل اللي أنتوا بتتكلموا عليه ده في سنة واحدة. أخش أعمل هنا ب 20 مليار، وأعمل هنا ب 50 مليار، وأعمل هنا ب 70 مليار، وأعمل هنا ب 80 مليار، لكن أنا ما هقدرش، لأن لازم أحافظ على التوازن الاجتماعي اللي موجود في الدولة. في دولة ظروفها الاقتصادية صعبة، وبعدين في قطاع خاص لابد إن هو يحط إيده في إيدينا عشان نتحرك لده. أكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنه تم تنفيذ مجمع الأسمنت ببني سويف وفقا لأحدث التقنيات العلمية التي تحقق كافة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة والمتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن المجمع ساهم في توفير نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب في مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، حيث تم انتقاء أغلبهم من مواطني محافظات شمال الصعيد. وقد تم تنفيذ المجمع وفقا لأحدث التقنيات العلمية التي تحقق كافة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة والمتعارف عليها دوليا. وقد ساهم هذا المجمع في توفير نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، تم انتقاء أغلبهم من مواطني محافظات شمال الصعيد للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية اللازمة بها، بخلاف أكثر من 8000 فرصة عمل غير مباشرة أخرى. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية العملاقة بمحافظة بني سويف، يأتي على رأسها المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام، والذي يعد الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر والشرق الأوسط. المجمع أقيم كصرح صناعي عملاق على مساحة 5 ملايين متر مربع، مشتملا على 3 مصانع بإجمالي 6 خطوط وبطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا. كما افتتح الرئيس السيسي الخطين رقمي 3 و4 بالمرحلة الثانية لمجمع العريش لإنتاج الأسمنت والجرانيت عبر تقنية الفيديو كونفرنس. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي لتأمين الصحي الشامل. وخلال الاجتماع قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضا حول الأنشطة الرئيسية الحاكمة لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وجذب مزيد من الأفواج السياحية للتعرف على الإرث الثقافي والأثري للتاريخ المصري،
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذا المشروع وتسعى إلى تذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن تصور شامل لأحياء المظهر الحضاري لمدينة القاهرة. وخلال الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية ينظم عملية التطوير لسور مجرى العيون. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس عام 2018 حتى يوم الجمعة الموافق 24 شهر أغسطس الحالي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجه مدبولي التهنئة لجموع المصريين داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة الكريمة، متمنيا لمصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية دوام الاستقرار والرخاء. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الإدلاء لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 من الشهر الحالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف عطية عبد الباري مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وأشار فيه إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع. أكد وزير شؤون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية المستشار عمر مروان أن اليوم آخر أيام مغادرة الحجاج، مشيرا إلى أن الموسم أكثر تميزا مقارنة بالمواسم الماضية. وقال مروان إن عيادات وزارة الصحة استقبلت 36,732 حاجا وتلقوا العلاج جميعا بالمجان في العيادات المصرية الموجودة في المدينة المنورة أو مكة المكرمة. بعد توديع آخر أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، عقد المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج الرسمية مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله أن عدد الحجاج بلغ هذا العام 64,174 حاجا، مشيرا إلى أن هذا الموسم أكثر تميزا وانضباطا مقارنة بالمواسم الماضية. عملية التفويج وعملية استقبال الحجاج أولا وتفويجهم من هنا من القاهرة إلى المدينة وجدة، ده تم التخطيط له قبل السفر يعني على الأقل بشهرين ثلاثة، فالتخطيط ده كان موجود قبل كده. عدد محدود للغاية من شركات السياحة، كان فيه تأخير في التسكين، والتأخير ناتج عن إيه؟ زي ما قلت في المؤتمر الصحفي، إما إن المندوب جه متأخر جه بعد الحجاج، أو إنه جه وقعد يعمل الورق بتاعه ويملاه والحجاج موجودين. مروان أكد أنه سيتم التعامل بكل شفافية خلال موسم الحج هذا العام، مؤكدا على أنه سيكون هناك مصارحة بكافة البيانات المطلوبة، مناشدا وسائل الإعلام كافة بالحصول على المعلومات من البعثة الرسمية فقط وليس من أي جهة أخرى. عندنا أكثر من 36,000 حج مصري ترددوا على عيادات وزارة الداخلية، وصرفت لهم الأدوية، وزارة الصحة وصرفت لهم الأدوية بالمجان، تحملتها الدولة المصرية. عندنا كمان التائهين، كان عدد محدود للغاية، وهذا التائه بيجي نتيجة انه ما بيلبسش الصورة البلاستيك اللي بتبقى معاه اللي مكتوب فيها البيانات ومكتوب فيها ارقام التليفون، وبالتالي هو ما بيقدرش يستوعب، لا عارف هو مكان اقامته فين ولا معاه حتى رقم تليفون، لكن دول كان التوهان لساعات محدودة.
وفي ختام المؤتمر قال رئيس بعثة الحج الرسمية أن هناك خطة تصعيد لعرفات كاملة، ويتم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتقديم النصائح للحجاج حول الرخص الدينية المتاحة في مناسك الحج لمحدودية المساحة وبخاصة في منطقة منى، مضيفا إلى أنه سيتم إعداد تقرير حول موسم الحج بسلبياته وإيجابياته عقب انتهائه. أشرف مبارك، النيل. وصلت بعثة أسر شهداء ضباط الشرطة فجر اليوم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لأداء فريضة الحج. كان في استقبال البعثة السفير حازم رمضان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، واللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية. 52 أسرة شهيد من شهداء الشرطة من الضباط تم تكريمهم باختيارهم لأداء مناسك الحج. وفي مطار القاهرة كان في مقدمة مودعيهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، الذي نقل إليهم تحيات وزير الداخلية وحرصه على توفير أقصى خدمة لهم للتيسير عليهم في أداء المناسك. الحمد لله بتوجيه من سيادة الوزير إن احنا البعثة إن شاء الله تم حجز أماكن للتسكين في مكة والمدينة، الحمد لله في أماكن متميزة للغاية. الدولة لن تنسى شهدائها الأبرار من القوات المسلحة والشرطة. احنا جينا عشان نأكد على حرصنا على توديع الأسر شهدائنا اللي جادوا بأرواحهم الحقيقة وتضحيتهم الغالية في سبيل رفعة شأن وطنهم العزيز مصر. رحلة استغرقت ساعة من الزمن أو تزيد ليصل أهالي الشهداء إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة وسط ترحيب وحفاوة كبيرة كانت في استقبالهم تقديرا لتضحيات أبنائهم الذين سطروا بدمائهم استقرار الوطن. الرئيس التنفيذي لبعثة الحج وقيادات بعثة حج القرعة فضلا عن القنصل المصري بجدة استقبلوا أهالي الشهداء فور إنهاء إجراءاتهم بمطار الملك عبد العزيز بجدة، وأثنوا على ما قدمه أبناؤهم من تضحيات. الضباط كلها بتوع البعثة متواجدين في مطار جدة لإنهاء إجراءات وصولهم واصطحابهم للحفلات اللي هتقل لهم لمكة إن شاء الله، ومعاهم في توفير كل سبل الرعاية. وطبعا ده أقل حاجة الوزارة الداخلية برعاية السيد الوزير بتقدمها لأسر الشهداء. كلنا مدينين ليهم بالتضحية الكبيرة اللي هم عملوها في أبنائهم وفي ذويهم وفي أزواجهم، وأقل واجب إن احنا نبقى موجودين هنا بشرف استقبالهم، ويعني هم على تضحياتهم على رأسنا كلنا من فوق. وزارة الداخلية لا تنسى أبنائها من الشهداء والمصابين، وإن ده حقهم علينا، وإحنا بنشرب بخدمتهم منذ لحظة تواجدهم في مطار القاهرة أو في أي مطار من المطارات إلى عودتهم سالمين بعد أداء فريضة الحج إن شاء الله. كل واحد من هؤلاء جاء معطرا بذكرى شهيد ضحى بروحه فداء للوطن، لذلك اعتبروا أن الحج هو تكريم منحه الشهيد لهم. طبعا هو الشهيد بيكرم أهله، وربنا بيكرم أهل الشهيد ابني بيشرفني في كل مكان، ابني عاش بطل ومات بطل. ولادنا اللي ضحوا بحياتهم دول حياتهم ما راحتش هباء. حس بنظرة الناس والشعب وتقديره لنا في التضحيات اللي قدمها ولادنا. الدولة ما سابتناش من أول ما استشهد لحد وقتنا هذا. حجة تأتي بردا وسلاما على قلوب أهالي الشهداء وتقديرا لهم، فهم صبروا واحتسبوا أبناءهم من الشهداء المحفورين بحروف من نور في ذاكرة الوطن. عبد الله بركات، النيل. أطلقت وزارة الحج والعمرة والإعلام مبادرة الطريق إلى مكة ضمن برامجها التوعوية لموسم الحج لعام 1439 للهجرة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بست لغات مختلفة. وتسعى المملكة العربية السعودية لاستخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطبيق شعار العالم في قلب المملكة، وهو شعار الحج لهذا العام، من أجل تقديم خدمة متكاملة لضيوف الرحمن. تحت شعار العالم في قلب المملكة، أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الإعلام السعودية رسائلها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي
عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من اللغات المختلفة هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية إضافة إلى اللغة الفارسية. هذه الخطوة والله يعني نعتبرها بناءة وخطوة جدا مريحة للحجاج وتعطي بعد أكثر لخدمات السعودية ليس فقط في السعودية ولكن خارجها. بفضل الله تعالى سوف يتم وصولهم إلى المملكة العربية السعودية إلى مطار المدينة الأمير محمد مباشرة والدخول دون أي إجراء مباشرة الخروج من الطائرة ككونها رحلات داخلية. وتقوم وزارة الإعلام بتجهيز المراكز الإعلامية في كل من المشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة إضافة إلى أعمال رقابة وإجازة الإرشادات التي ترغب الجهات الرسمية وبعثات الحج في توزيعها على الحجيج كما تقوم بالرقابة الإعلامية على ما يرد مع الحجيج. اليوم والحمد لله تدشين أول رحلة مغادرة إلى مطار الأمير محمد بالمدينة. سبحانه وتعالى تم تصعيد الرحلة الأولى من جاكرتا والحقيقة التضافر الجهود هو الأول. الهيئة العامة للإحصاء بدورها أعلنت عن توفير أكثر من 136 خدمة رئيسة في مجال الخدمات العامة لحجاج بيت الله الحرام التي من بينها خدمات التوعية الدينية والإعلامية والخدمات الأمنية وتجهيز المنافذ لاستقبال الحجيج. نعمل كوفد وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية هيئة الطيران المدني وكافة الجهات الأمنية الأخرى لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع وما حصل إلى الحمد لله لهذا الآن بنجاح كبير. وزارة الحج والعمرة يعني ساهمت من ضمن منظومة متكاملة من الأجهزة الحكومية في إنجاح هذه المبادرة لموسم الحج عام 1139 انطلاقا من مطار كوالالمبور في ماليزيا. وتهدف وزارة الإعلام والحج والعمرة من خلال نشر رسائلها التوعوية إلى تقديم خدمة احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود قطاعات المملكة التي تخدم ضيوف الرحمن. علي فتحي، النيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الأراضي المقدسة موفدنا محمد حلمي. محمد تحياتي، وهل لك أن تطلعنا على آخر أخبار الحجاج وآخر أخبار صحتهم من خلال متابعاتك؟ تحياتي لك أيمن من الأراضي المقدسة بمكة المكرمة. بالفعل معظم الحجاج المصريين وصلوا إلى الأراضي المقدسة سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة. أؤكد لك أيمن في البداية أن حجاج مصر بخير، لم يتم رصد أي حالة وبائية بصفة عامة بين الحجاج وبصفة خاصة من الحجاج المصريين. عدد الحجاج الذين ترددوا على العيادات الطبية التي تصل إلى 35 عيادة في مكة والمدينة المنورة 36,833 حاج. معظم الحالات كانت تعاني من برد نتيجة لتغير الأجواء المناخية وبعض الإجهاد نتيجة لبعد الرحلة المقدسة والتي بدأت بالعمرة. كذلك دخل المستشفيات 86 حاج، باقي منهم خرج معظمهم وباقي 34 حاجة بالمستشفيات. معظم حالات مستقرة باستثناء بعض الحالات التي تم عمل تدخلات جراحية منها عملية قلب مفتوح وقصور بالساق أو بالعمود الفقري. هناك حالة واحدة لفظة بالمخ موجودة على العناية المركزة. عدد الحالات التي تم عمل تسجيل كلوي لها 22 حالة بمجموع 74 غسلة. يمكن من بدء الرحلة المقدسة وحتى اليوم وصل عدد حالات الوفاة بين التوفيات المصريين 15 حالة، معظمهم من توفيات القرى. كانت هناك زيارة لرئيس المشرف العام على البعثة الصوفية دكتور عمرو خنزير في عيادات المدينة المنورة، ووجد أن بعض الترددات قليلة على العيادات الرئيسية نظرا لعدم وجود عيادات في الفنادق، فأصدر قرار بعمل فواصل طبية بكافة الفنادق من خلال 8 فرق طبية تغوب فنادق في المدينة المنورة وذلك بالوصول إلى الحجاج المصريين إما في غرفهم أو في الأماكن المتواجدة فيها في الفنادق في المدينة المنورة. مشكورك شكر جزيل على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. موفدنا إلى الأراضي المقدسة محمد حلمي، شكرا جزيلا لك. أعادت الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بشكل طبيعي كما كان عليه قبل 10 يوليو الماضي. من جانبها ذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أنه سيتم إدخال كل البضائع المسموح بها قبل هذا التاريخ وتشمل المحروقات.
كان وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد اشترط فتح معبر كرم أبو سالم وتوسعة مساحة الصيد في غزة مقابل استمرار حالة الهدوء على حدود القطاع. قصفت وحدات من الجيش السوري تجمعات وخطوط دفاعات المجموعات الإرهابية المتقدمة على الشريط الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، وأوقعت وحدات الجيش بضربات صاروخية ومدفعية مركزة قتلى ومصابين في صفوف إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به أثناء تجمعهم في بلدتي سرجة وأم رجيم بريف إدلب الجنوبي الشرقي. كذلك أفادت مصادر سورية بأن قوات الجيش واصلت قصفها لمواقع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية. وفي دير الزور وصلت تعزيزات لقوات التحالف الدولي وميليشيات السورية الديمقراطية إلى ريف المحافظة الشرقية تمهيدا لعملية إخراج مسلحي داعش من آخر جيب يسيطر عليه على الضفة الشرقية لنهر الفرات. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انتهاء عملية إجلاء مجموعات المعارضة السورية الرافضة للتسوية في محافظة درعا. وفيما يتعلق بمجموعة الخوذ البيضاء، انتقدت زاخاروفا منظمة الأمم المتحدة وأشارت إلى أنها تدعم حملة التضليل الإعلامي في وسائل الإعلام الغربية التي ترسم صورة ممثلي الخوذ البيضاء على أنهم نشطاء إنسانيون حقيقيون. أعلنت روسيا إنشاء 4 نقاط للشرطة العسكرية الروسية أمام خط برافو على طول المنطقة المنزوعة السلاح في مرتفعات الجولان، وخلال تفقده قوات بلاده في مرتفعات الجولان بجانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أعلن نائب قائد القوات البرية الروسية الفريق سيرجي كرالينكو أنه ستكون هناك نقطتان أخريان في المستقبل القريب، وأضاف أن موسكو تقدم كل المساعدات الممكنة إلى بعثة الأمم المتحدة لضمان أن يكون علم الأمم المتحدة في جميع المواقع، وأن تعمل البعثة بالكامل في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق السيد يعرب خير بك الكاتب والصحفي والمحلل السياسي. سيد يعرب أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك، تحياتي لكم. أهلا بك، ويعني هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات الميدانية لديك في سوريا من خلال رؤيتك ومتابعتك للأحداث؟ نعم، عمليا يعني كما أقول أكثر من مرة سابقا، اليوم مع خروج آخر مسلحين بشكل كامل من درعا ومن الجنوب السوري، أصبح الجنوب السوري والذي يعتبر نصف الأزمة السورية التي كان يدخل منها السلاح والمسلحين من الأردن أصبح مغلقا، ليبقى النصف الآخر وهو المتواجد على الحدود التركية وهو النصف الأهم والأخطر اليوم عمليا، حتى أن وصول الجيش السوري إلى الحدود مع إسرائيل أيضا هذا الأمر سوف يكون أمرا مهما لإنهاء تواجد المسلحين في هذه المنطقة. ناهيك عن بدء العمليات الحنفية والتحضيرية بالنسبة لقوات الجيش في محيط إدلب وهي المنطقة الأهم، وخصوصا أن الأتراك ما يحاولون أن يلعبوا على الزمن لإبقاء مسلحي النصر في المنطقة قبل إنهائهم، إضافة إلى أن التحضيرات ومحاولات الاتصال مع الجهات داخل تركيا داخل عفوا إدلب، إضافة إلى الوجهاء ومجموعات مسلحة مثلا تم الحديث معها حول إيجاد تسوية داخل إدلب بشكل كامل، يعني بدأت مع بداية عمليات معينة ومركزة لمجموعات مسلحية النصرة في الداخل الإدلبي ليتم ضربها، مما سوف يساعد بإتمام التسوية مع باقي المجموعات، كما تم الحديث كما حصل دائما إن كان في درعا أو كان في حلب أو كان في ريف دمشق، وخصوصا مسلحي النصر اليوم والمدعومين تركيا اليوم هم اختطاف واعتقال العشرات من القيادات إن كانوا قيادات مسلحين أو حتى وجهاء من مدينة إدلب لأنهم كانوا يريدون الدخول في التسوية والمصالحة مع الدولة السورية. نعم، طيب كيف تقرأ سيد يعرب يعني إعلان روسيا لإنشاء 4 نقاط للشرطة العسكرية على خط المنطقة المنزوعة السلاح في مرتفعات الجولان؟
نعم، هذا الأمر أتى بسبب تعقيدات كثيرة، منها ما أثاره الطرف الإسرائيلي عن خوفه من وجود مجموعات إيرانية منه، منها أيضا ما أتى من تخوفات حتى من اعتداءات إسرائيلية كثيرة على الدولة السورية، وهي ما زالت تحدث حتى أول البارحة كان هناك خرق ومحاولة طيران مسير إسرائيلي تم ضربه بالدفاعات الجوية السورية وإسقاطه داخل محيط عاصمة دمشق. لذلك هذا الأمر يعني بالتالي سوف يكون أكثر قدرة على ضمان هذا الواقع، ويتحمل روسيا بعض المسؤوليات تجاه تهدئة في هذه المنطقة خصوصا في الفترة القريبة الآن وليس بشكل دائم. نعم، سيد يعرب خير بيك الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لحضرتك. شنت طائرات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم غارات جوية على مناطق متعددة في الساحل الغربي، مما أسفر عن مقتل 16 عنصرا من ميليشيات الحوثي، كما تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي من تحرير مناطق جديدة في مديرية حيران بمحافظة حجة بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة. رفضت محكمة أزمير التركية اليوم طلبا جديدا للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يحاكم بتهمة التجسس، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية. من جانبها نفت الخارجية الأمريكية مسؤولية واشنطن عن المتاعب الاقتصادية في تركيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت إن ما يشهده الاقتصاد التركي يتجاوز الولايات المتحدة بعد رفض تركيا الإفراج عن القس الأمريكي. كان مسؤول بالبيت الأبيض قد حذر تركيا من فرض واشنطن المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي. قال إبراهيم كالين المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإدارة الأمريكية يجب أن تحترم القضاء التركي وتتوقف عن التأثير عليها من خلال الإدلاء بتصريحات وممارسات الضغوط عليها، وحينئذ سوف تتحسن العلاقات بين البلدين وتبدأ صفحة جديدة من العلاقات التركية الأمريكية. وأضاف كالين أن أردوغان أكد أن من أولويات الدولة الحفاظ على الاستقرار السياسي ومناخ الثقة في البلاد. وأكد كالين أن سفير تركيا في الولايات المتحدة ناقش كافة الأمور المتعلقة بالعلاقات بين البلدين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مشيرا إلى أنه إذا أبدت واشنطن موقفا بناء ستواصل تركيا المحادثات وستتخذ الخطوات اللازمة لحل الأمر بالسبل الدبلوماسية. متواصلون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد قليل بعد أنباء الاقتصاد، مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان إثر انفجار وقع بغرب العاصمة كابول في منطقة ذات أقلية شيعية. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية العملاقة ببني سويف، ويؤكد أن الدولة تسعى لتوفير مطالب السوق المصري وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج. رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام مغادرة الحجاج، ويقول أن الموسم الحالي أكثر تميزا وانضباطا. الجيش السوري يدمر تجمعات للإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي، ووصول تعزيزات لريف دير الزور تمهيدا لإخراج مسلحي داعش من آخر جيوبهم. الآن وقفتنا الاقتصادية بعد فاصل قصير بصحبة الزميلة رغدة أبو ليلى.
الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها. وزير البترول يعلن عن تنفيذ برنامج متكامل لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من الزيت الخام. أهلا بكم. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تنفذ برنامج عمل متكامل لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من ثروات مصر البترولية من خلال طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة. وأضاف الملا خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول أن إجمالي إنتاج منطقة الصحراء الغربية حاليا يمثل 75% من إجمالي إنتاج مصر من الزيت الخام، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة نموا كبيرا نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج. بحث المهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة خلال لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء آخر المستجدات بمشروع تطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية، والتي يجرى تطويرها تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وقال الوزير إن اللقاء استعرض المخطط الاستراتيجي للمنطقة من تخطيط صناعي وعمراني للمنطقة وإمدادها بالخدمات اللوجستية وتحديد نسب توزيع الأراضي بناء على الصناعات التحويلية المقرر إقامتها بالمنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 4000 فدان وتسخر بالمواد الخام الحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، ويتوقع أن تضم استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه. أكدت وزارة الإسكان أن غدا الخميس آخر موعد لتقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط ودفع المقدمات لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر. وأضافت الوزارة أن الوحدات المطروحة في 8 مدن جديدة، وهي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وناصر غرب أسيوط وغرب قنا، بنظام القرعة العلنية، موضحة أن مساحة الوحدات حوالي 115 متر مربع بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 18 شهرا. اعتمدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد ليبدأ العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين بداية من غد الخميس. وذكرت الوزيرة أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة فصل رابع تحت عنوان شركة الشخص الواحد. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من عمليات بيع من المستثمرين الأجانب، فضلا عن الأفراد المصريين والعرب قابلتها عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمارات المصرية والعربية، وربح رأس المال السوقي قرابة 51 مليون جنيه فقط ليصل إلى 860 مليار جنيه و5 من عشرة بعد إجمالي تداولات 1.3 مليون جنيه تضمنت 658 جنيه تعاملات سوقي السندات وصفقات نقل الملكية. أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 9.7% في الفترة بين أبريل ويونيو من 9.6%. يأتي هذا بينما صعدت الليرة التركية 6% لتصل إلى 6 ليرة للدولار و6%. وكانت الليرة التركية فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7 ليرة للدولار و24%.
أعلن صندوق الاستثمار البريطاني أنه سيتخلى عن مشروعه لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في إيران بقيمة 500 مليار يورو بسبب العقوبات الأمريكية. وكان من المفترض أن يكون هذا المشروع من أكبر مزارع الطاقة في العالم وأن يتيح لإيران زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وطاقة هذه المحطة الشمسية البالغة 600 ميجاوات تمثل نظريا نصف طاقة مفاعل نووي. أعلنت وزارة التجارة الصينية اللجوء إلى إجراء تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية إزاء التدابير الوقائية والإعانات التي تقدمها واشنطن لمنتجاتها من الطاقة المتجددة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن التدابير الأمريكية يشتبه في انتهاكها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية، معتبرة أن هذا النوع من إساءة استخدام التدابير الوقائية يضر بجدية وسلطة قواعد منظمة التجارة العالمية. مشاهدينا، نهاية النشرة الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى أيمن السيد لكن بعد فاصل قليل. من جديد لحضراتكم التحية. أكدت وزارة الصحة الأفغانية مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين إثر انفجار وقع بغرب العاصمة كابول في مركز تعليمي بمنطقة تقطنها أقلية شيعية. ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الانفجار الذي يأتي بعد هدوء نسبي استمر عدة أسابيع في كابول، لكن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة على أهداف شيعية في المنطقة. في سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 30 مسلحة وألقي القبض على 2 آخرين في عملية تطهير في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان. يأتي هذا في حين أعلنت السلطات الأفغانية اليوم عن مقتل قائد بارز في حركة طالبان وخمسة من رفاقه خلال عملية نفذتها هيئة الاستخبارات في مقاطعة نانغرهار. أقر حاكم ولاية كنساس الأمريكية جيف كولير بترشيح الحزب الجمهوري لكريس كوباش لخوض الانتخابات على منصب الحاكم، وذلك بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية الأولية. وقد حصل كلا المتنافسين الجمهوريين على نحو 40% من الأصوات في الاقتراع الأول، مما جعل من الصعب تحديد الفائز نظرا لضيق الفارق بينهما. وبذلك يواجه كوباش الذي يعد من أبرز داعمي سياسات الرئيس دونالد ترامب لورا كيلي التي فازت بترشيح الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي. أعربت مصر عن خالص التعازي لدولة إيطاليا الصديقة في ضحايا انهيار جسر في طريق سريع بمدينة جنوة شمالية البلاد. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الحادث إلى 37 قتيلا حسب ما أعلنت السلطات الإيطالية. وبحثت فرق الإنقاذ عن ناجين وسط حطام الجسر، وألقت الحكومة باللوم على الشركة الخاصة المالكة للجسر وطالبت باستقالات، وتحركت لتجريد الشركة من امتياز الاستفادة من رسوم المرور عليه. الجسر المشيد منذ 50 عاما جزء من طريق سريع يربط بين مدينة جنوة الساحلية وجنوب فرنسا، وانهار خلال أمطار موسمية مما أدى لسقوط عشرات السيارات في قاع نهر وعلى قضبان للسكك الحديدية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية التي تشهدها ولاية كيرلا الهندية إلى 43 قتيلة. على إثر ذلك ألغت السلطات الهندية الرحلات الجوية من وإلى ولاية كيرلا بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام. وتسببت تلك الفيضانات أيضا في تشريد أكثر من 50,000 شخص من منازلهم، كما فتحت السلطات الهندية بوابات 34 خزانا عقب وصول منسوب المياه إلى مستويات خطيرة، كما غمرت مياه الأمطار المئات من القرى ودمرت مئات المنازل، في حين تم استدعاء قوات الجيش من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ. تقدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية تستمر في شهر يونيو حتى شهر سبتمبر في الهند، ويتسبب ذلك في مقتل المئات كل عام. أنباؤنا تتوالي بعد فاصل رياضي، وفيها شاطئ المغسيل بصلالة العمانية ملاذ هادئ لمحبي الاستجمام والراحة والرحلات البحرية.
يعد شاطئ المغسيل في سلطنة عمان الذي يبعد نحو 40 كيلومترا عن مدينة صلالة ملاذا هادئا لهواة الاستجمام والراحة ومحب الرحلات البحرية. يحظى شاطئ المغسيل باهتمام كبير من قبل العمانيين والسياح القادمين إلى محافظة ظفار خاصة خلال موسم الخريف. إذا كنت زائرا أو مقيما أو سائحا فإن شاطئ المغسيل بمدينة صلالة العمانية هو أكثر الأماكن التي تستهويك لرؤية الرمال الفضية والأمواج الساحرة والطبيعة الخلابة. المكان مهيئ لاستقبال الزائرين من محبي الرحلات البحرية وهواة الاستجمام والراحة، حيث يوجد بشاطئ المغسيل العديد من العيون والنوافير الطبيعية الدافئة والتي تعد ظاهرة طبيعية نتيجة لانحسار مياه البحر أسفل الصخور، ما يجعل مياه البحر ترتفع لأعلى على شكل نافورة يصاحبها أصوات ممتعة. المكان يزدحم في الخريف من كل عام لمشاهدته بكل تفاصيله التضاريسية الرائعة والمتمثلة في كهف المرنيك، والذي يعد شاهدا على جمال تلك المنطقة منذ قرون. ويتراوح طول شواطئ المغسيل نحو 4 كيلومترات، ويشكل أحد مقومات السياحة الترفيهية في محافظة ظفار العمانية. فما بين كهف المرنيك وشواطئ المغسيل أمطار قليلة اختصرت جغرافية المشهد الذي يبقى انعكاسه راسخا في أعين كل زائر. من مدينة صلالة العمانية، أشرف مبارك، النيل. ختام البانوراما، عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية العملاقة ببني سويف، ويؤكد أن الدولة تسعى لتوفير مطالب السوق المصري وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج. رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام مغادرة الحجاج، ويقول إن الموسم الحالي أكثر تميزا وانضباطا. الجيش السوري يدمر تجمعات للإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي، ووصول تعزيزات لريف دير الزور تمهيدا لإخراج مسلح داعش من آخر جيوبه. ختام البانوراما جاءكم من النيل في القاهرة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.